هادو ديال تركيا. هانتوما كيجي الكول هكذا بهاد السنسلة والثمن ديالو كيبقى ب 200 درهم. يا قلتي لي هادو 200 درهم عوض 350 درهم. وكاين هاد الموديل هذا كيمشي بلا جوب تويب حتى هوايا كيف كتشوفوا. هذا 2016 هذا داك الكحل الزوين كيجي هكذا الاستيك فنه 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 دلبيسه ما شاء الله. لو او ديالها هانتوما كيفاش كتجي طاي ستاندر البنات توب وير. هانتوما هذا البنات توب خطير خطير كيف قلت لكم الاستيك صبن ارض 200 درهم ليكيداسيون. سارعوا للمحل ديال. السلام عليكم البنات, مرحبا بكم معنا في المحل ديال داماس اللي كيتواجد بحي سدري كيف ما عرفتوا معنا في الفيديو اللي فايت كتصورت لكم الجليل بات اخر ما كاين. المهم غنخلي لكم واحد الرابط في صندوق الوصف, نتمنى انكم تدخلوا ليه وتشوفوا الجديد اللي جبنا لكم في جليل بات. والاثمنه راها في المتناول توصيل داخل وخارج المغرب كيف قلت لكم. مر المحل فيه حتى الملابس هكذا العصريه. دابا درنا واحد ليكيداسيون, بقات واحد الكميه قليله في هاد لي زارتيكل اللي غادي تشوفوا معايا. وغادي نبدا لكم باول حاجه هاد لي زونسومبل. نشوفوا عفاك هاد الخضر. دائما كيف تنقول لكم المحل ديال داماس راه تيعودنا بالجوده. الناس عفاكم اللي خداو من المحل غير خدنا التعليق ديالكم قلنا لاكيت ديالكم كيف جاتو كيف جاتكم باش هكذا الناس كتعرف اشنو كنصوروا لهم. دونك هاد لونسومبل كيف كتشوفوا هذا في الاخضر الملكي هانتوما تيجي على هاد الشكل. ولو او ديالو شوفوا كيفاش كيجي لاكاليتي ديالتو رائعه ما شاء الله. شوفوا هانتوما الخدمه متقونه. هادو ديال امبورطاسيون ديال تركيا واقيلا ياك. هادو ديال تركيا هانتوما كيجي الكول هكذا بهاد السنسله. دونك هذا شنو الطاي ديالتو ستاندر. هذا كيف كتشوفوا معايا راه ستاندر والثمن ديالو كيبقى ب 200 درهم. يا قلتي لي هادو 200 درهم عوض 350 درهم. وبقى فيه وقيله هذا بقات فيه هاد البياسه اللي عجبها الموديل تسكرينيه وتصيفطو لاختي شيماء في الرقم الهاتف اللي كتشوفوا على الشاشه ان شاء الله. ندوزو نشوفوا الموديل الثاني. ها انتما اونسومبل دو بياس صوفا مخدومه مزيان ما شاء الله. ها انتما شوفوا جاي هابط هكذا بصديفات. وفيه هنايا كاين هاد الجويبات. هذا الطاي شنو ستاندر. هادو ديتاي ستاندر. هانتوما شوفوا البنطالون ديالها كيفاش كيجي. هاد لي موتيف اللي كاين في الرجيلات هما اللي غاديين في التريكو ديالهم. بقاو فيها جوج بياسات واقيلا ياك. كيف كتشوفوا هادو بقاو فيهم جوج ديال البياسات لا طاي ستاندر والثمن 200 درهم. نشوفوا هما كيفاش كيجي. شوفوا الكتيفات كيجيو هابطين. الصوفا ما شاء الله مخدومه مزيان. كيف كنقول لكم الكميم كيجي قابط من هنايا راه طويل. هذا كاشفاس والسريويل ديالها والسريويل ديالها هانتوما كيفاش كيجي. دائما 200 درهم تما ستاندر. هادو لا طاي هادي ستاندر دائما. شوفوا اللبسه الاخرى يعني كيف كتشوفوا هادو ليكيداسيون. سارعوا للمحل هانتوما. شوفوا هاد لونسومبل هذا خطير ما شاء الله. شوفوا الكول كيجي على هاد الشكل هذا. الكتيف هانتوما حتى هوايا ديك الخياطه هكذا طايحه. ولا الكميم كيجيو فيه هاد لي بوتون هادو ثلاثه و تيكونوا هنايا في الجنيبات. والسريويل ها انتما يعني هذا صبن ورد تويب ما شاء الله. هذا ها انتما كيف كتشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو. من برا راه كيبان لكم بحال الصوفا هكذا ملسه. الخدمه ديالتو خطيره يا سلام. تما ستاندر طاي ستاندر. هادو 2016 ثمن دائما كيف قلت لكم ليكيداسيون 200 درهم فقط. اللوين الثاني ديالو هو هذا. عفوا لا هذا قريب ليه ماشي نفس الديكور الاول كان فيه صديفات. هذا كيجي عادي كيجي غير بالفتيحات من هنايا تويب فن فن فن. سارعوا يعني اللي غادي يجي قد هاد البيسات تسارع المحل غير سكرينيو الموديل ولا طاي اللي بغيتو وصيفطوها كي قلت لكم في رقم الهاتف اللي كيبان لكم في الشاشه. التوصيل داخل وخارج المغرب. اثمنه ما يمكنش لكم تلقاوها في شي بلاصه اخرى. هذا غير فان سيغي البنات. ها انتوما دو بياس. شوفوا الخدمه يا سلام ديال تركيا. يعني هاد المحل راه اكثريه كتلقاو عندهم ملابس تركيه. شوفوا السريويل كيفاش كيجي وشوفوا لو او ديالو. ها انتوما كيجي فيه هاد لي بوطون هكذا في الكميمات.
شوفوا البيسة غزالة ما شاء الله. هانتوما 200 درهم تاهي ستوندار ياك، وتاهي لا طاي ستوندار. كاين هذا الموديل هذا كيمشي بلا جوب تويب حتى هوايا كيف كتشوفوا، هذا 2016. هذا داك الكحل الزوين كيجي هكذا الاستيك، فنه 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 هاد البيسه ما شاء الله. لو او ديالها ها انتما كيفاش كتجي، فيها كندوج دلوينات ياك في الباج، نشوف في الباج ديالها. دونك فيها بقى الكحل والباج، هي ستوندار. ها انتما كيفاش كتجي، طاي ستوندار البنات، توب وير. ها انتما هذا البنات توب خطير خطير، كيف قلت لكم الاستيك صبن ورد، 200 درهم ليكيداسيون. سارعوا للمحل ديال داماس كيتواجد بحي السدري. نعم هذه اس ام وهذه ال اكس ال، الاولى اس ام وهذه ال اكس ال، عفوا هذه راها ال اكس ال، وراهم كيلبسوا يعني معاهم تيتيريو اللي ما عندوش مشكل يلبس شي حاجه هكا لاصقه راهم تيلبسوا ما شاء الله. ندوز لكم لهاد الموديلات اللي كتشوفوا معايا ليكيداسيون 150 درهم. هانتوما كاين هادي ديال هاد الصوفا طاي ستوندار، طاي ستوندار كتجي فيها كفتيحات من التحت، دونك فيها هاد الموديل هذا هانتوما من اللور، وفيها الكحل ديالها، الكحل ديالها 150 درهم. هانتوما كاين هاد الكسيوة هادي كتجي فيها هاد الصديفات هابطة حتى للتحت، هادي كتجي حتى هي هكا إلاستيك 150 درهم. كاين هاد الموديل، هاد الموديل شوفوا الكتيفات كيجيو هكا طايحين، الصوفا مخدومه مزيان. ها انتما ما شاء الله نقربها لكم، طاي ستوندار 150 درهم. وبقى شوفوا معايا هادو راه طاي ستوندار. ها انتما لا كاليتي راها معروفه، هادو راه كيديروا 250 درهم في بلايص اخرى حتى 300 درهم تقدروا تلقاهم. ها انتما فيه جويبات طويل ما شاء الله، يعني هذا تقدو تلبسوه في هكذا مع الرومي مع الجلابه مع السورفيت مع شما لبستوه تلوحو عليكم ما شاء الله. والثمن غير 150 درهم. بقات هاد البياسه هادي اللي كتشوفوا معايا، سارعوا سكرينيو الموديل وصيفطوا في رقم الهاتف التوصيل داخل وخارج المغرب. البنات كاين هاد الصايات هادو، شوفوا هاد الموديل ديال تركيا حتى هما توب ما شاء الله. هذا راه سخونه هانتوما، هادي شمن طايت هي. بالنسبه لطاي هادي اكس ال والثمن 180 درهم باش تيبقاو. هادو راه كانوا كيديروا 250 درهم، دابا داروا ليهم 180 درهم. شوفوا هانتوما من التحت عرفتي واحد الديكور واعر. هانتوما خديمه فنه ما شاء الله. هنايا كيف كتشوفوا معايا الاستيك، يعني راه كيبداو تقريبا من 38 بحال دابا هذه راه 38، ومع داك الالاستيك راه كتلبس 180 درهم. كاين هاد الموديل كتجي فيه ديك السميطه هذه ما فيهاش لاستيك بحال دابا هذه شمن طاي، هذه راه 44، هذه طاي 44 تويب واعر. شوفوا ها انتوما يا كيفاش كتجي من التحت، خطيره خطيره هذه حتى هي 180 درهم. كيبداو قلنا من 38 من 38 حتى 44 46 تقريبا. شوفوا هذا الموديل حتى هو فنه 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 ما شاء الله. ودائما كيف كنقول لكم الجوده يا البنات كتمشي بالسميطه ديالها. البنات توصيل داخل وخارج المغرب. وكاين هذا الموديل حتى هويا كيمشي بالسميطه ديالو هانتوما، كيجي هكذا بليسي تويب، هذا 2016 تقدروا تلبسوه حتى في الصيف، يعني في هذه الوقيته راه تلبسوا تحت منه شي كولون ولا شي حاجه، وفي الصيف راه ممكن تستغلوها. دائما حيت كتمشي حتى هي بالسميطه ديالها بحال دابا هذه راه طاي 46. هاد الصايط اللي شفتو معنا راه باقا فيهم واحد تقريبا باقي فيهم لي طاي، اللي عجبها شي موديل غتسكرينيه وراه اختي شيماء غتقول لكم لي طاي اللي باقين متوفرين فيهم عندهم. كيف كتشوفوا معنا كاينين هكذا لي فيست طوال قصار، عندهم لي شوميز هكذا ديال الكشمير، كاين جاكيطات كاين سريولات عندهم. هانتوما كاين عندهم القبيات لي سويت السراول
بحال دابا هذا راه بروموسيون 100 درهم، هاد السروال هذا 100 درهم ديال السورفيت. بالنسبه للجلي لباس كيف قلت لكم غير دخلوا عندي القناه، غنخليكم الرابط في صندوق الوصف ديال هاد الجلالب اللي حطيت لكم اخر مره الجديد، والاثمنه راها في المتناول. بالنسبه لنعت المحل غادي نخليكم الرابط في صندوق الوصف حتى هو غادي تجيو مباشره للمحل، والناس اللي خارج كازا راه ممكن ترسل لكم، وحتى خارج المغرب ان شاء الله راه ترسل لكم السلعه ديالكم حتى لعندكم. محل راه غزال ما شاء الله، كل شيء متوفر فيه باثمنه في المتناول. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. دمتم في امان الله والسلام عليكم.